طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مع الحصة الثالثة أولاد، مراجعة أسئلة جبر برضو على اللي احنا خدناه في شهر مارس عشان الاختبار اللي جاي. بيقول لي هنا السؤال الأول: اختار الإجابة الصحيحة بين الإجابات المعطاة. إذا كان المقدار س تربيع ناقص 3 س زائد أ قابل للتحليل، فإن أ يمكن أن تساوي. طبعا هتفكر في دي ازاي، احنا عاوزين عددين حاصل ضربهم أ ومجموعهم سالب 3. ايه العددين اللي حاصل ضربهم ألف؟ طبعا احنا مش عارفين ألف، لكن انا يهمني مجموعهم كام؟ سالب 3. فلو خدت الخمسة مثلا، الخمسة دي مفيش غير خمسة في واحد، طب لو جمعتهم هيديك ست، مش هيديك سالب 3. طب الأربعة مفيش غير اتنين في اتنين، أو أربعة في أربعة، أو أربعة في واحد، برضو في الحالتين مجموعهم مش هيساوي سالب 3. طب لو خدت سالب 3 هي عبارة عن سالب 3 في واحد، لو جمعتهم هيديك سالب 2. يبقى الإجابة الوحيدة اللي عندي اللي هي كام يا ولدها؟ اللي هي سالب 10، لأن السالب 10 عبارة عن 5 في سالب 2. اجمع كده 5 وسالب 2 هيديك كام؟ سالب 3، أو سالب 5 و2 هيديك سالب 3. طب نشوف السؤال التاني: إذا كان المقدار س تربيع زائد 6 س زائد ك قابل للتحليل، فإن ك تساوي. نفس الفكرة يا ولاد، ك هنا عاوزين عددين حاصل ضربهم ك ومجموعهم 6. لو أنت خدت رقم رقم كده مش هتلاقي اللي تنفع غير مين؟ غير الخمسة، لأن خمسة في واحد بكام؟ بخمسة. طب اجمع خمسة وواحد هيدينا كام يا ولدها؟ ستة. يبقى الإجابة رقم ب. نفس الفكرة: س تربيع زائد 7 س زائد ج قابل للتحليل، فإن ج تساوي. عاوزين عددين حاصل ضربهم ج ومجموعهم 7. طب تعالوا كده، لو خدنا الاتنين مثلا، اتنين في واحد باتنين اجمعهم هيديك 3. طب خد الأربعة، أربعة في واحد بأربعة اجمعهم هيديك 5. طب نشوف العشرة، العشرة 10 في واحد وخمسة في اتنين. طب مين اللي تنفع؟ الخمسة في الاتنين. يبقى الإجابة عندي المناسبة، لأن مجموعهم إيه؟ 7، هو الاختيار رقم د اللي هي 10. طب نشوف السؤال رقم 4. خلي بالك بقى، س تربيع ناقص ج س زائد 12 قابل للتحليل، فإن ج تساوي. طبعا هنا عاوزين عددين حاصل ضربهم 12 ومجموعهم ج. يا ترى مين العددين اللي حاصل ضربهم 12؟ مفيش هنا غير السبعة اللي تنفع، عشان السبعة عبارة عن 3 و4. طيب 3 و4، 3 ضرب 4 ادينا كام؟ 7، ولو جمعتهم هيديك الجيم اللي هي في النص. يبقى الإجابة الوحيدة الصحيحة هنا هي كام؟ هي 7. طب نشوف السؤال رقم 5: إذا كان أحد عملي المقدار س تربيع زائد س ناقص 6 وس ناقص 2، فإن العامل الآخر اللي هو القوس التاني، يعني ده القوس الأولاني، عاوزين القوس التاني. إحنا عاوزين نقول الفزورة بتاعتنا: عددين حاصل ضربهم 6 وطرحهم 1 اللي هما 2 في 3. طب الإشارة سالب بتاعت الستة، يبقى إشارات الأقواس مختلفة، والكبير شبه اللي في النص اللي هو موجب، يبقى الرقم التاني التلاتة لازم تكون موجب. يبقى الإجابة اللي هي رقم إيه يا ولادها؟ رقم ج. طيب، مستطيل مساحته س تربيع ناقص 5 س زائد 6 طول أحد بعديه س ناقص 2. نفس السؤال اللي فوق، بس خلي بالك إشارة الستة هنا إيه؟ موجب، يبقى لازم القوسين سالب، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتبقى إيه؟ س ناقص إيه؟ 3. طيب 7: إذا كان س ناقص 2 أحد عملي المقدار س تربيع زائد م س ناقص 8، فإن م تساوي. هناخد الحد الأخير، عاوزين عددين حاصل ضربهم 8 وطرحهم اللي في النص. ايه العددين اللي حاصل ضربهم 8؟ تعال نشوف كده. طبعا هو مدينا هنا 2 خلاص، يعني 2 في ايه؟ في 4، بس الاشارات هتبقى مختلفة، اشارة الكبير شبه اللي في النص. طب الاتنين اشارتها سالب، يبقى الاربعة هتبقى هي اللي اشارتها موجب زي الايه؟ الاشارة اللي في النص. طب نشوف السؤال رقم 8: إذا كان 2 س ناقص 1 أحد عوامل المقدار ده، فإن العامل الآخر. خلي بالك إحنا الفزورة هنا عاوزين عددين حاصل ضربهم 10 وطرحهم 9 اللي هما كام؟ اللي هما 10 في كام؟ في 1. طيب أنت لو حللت بالآلة هتطلع لك الإجابة 2 س ناقص 1 في إيه بقى يا أولاد؟ في س ناقص، طبعا الإشارات تبقى مختلفة، والكبير شبه اللي في النص. بتطلع الإجابة س زائد كام يا ولاد؟ زائد 5.
طيب إذا كان المقدار، أيوة نروح بقى خلي بالك لموضوع المربع الكامل. س تربيع زائد 14 س زائد ب مربع كامل، إن ب تساوي، أنتوا شاطرين عارفين القانون. أنا عاوز الحد التالت هيساوي الحد الأوسط اللي هو 14 تربيع على 4 في معامل الحد الأول اللي هو 1. تطلع الإجابة كام؟ يلا يعني اكتب أنت بقى 14، ها 14 ها تربيع على كام؟ على 4 في 1 اللي هي بكام يا ولدها؟ بأربعة. طيب مش نافعة بقى إيه الكتابة، نمسح دي، أنت اعملها بالآلة، 14 تربيع على 4 في 1 تطلع الإجابة كام يا ولدها؟ 49. طيب نشوف السؤال رقم 10، إذا كان س زائد ص تربيع بتساوي 64 وس في ص بتساوي 15، فإن س تربيع زائد ص تربيع، يعني احنا لسه ما خدناش الايه الفكرة دي، فهنأجلها شوية للشهر اللي جاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.